الفرع طبعا اللي هو بتاع عباس العقاد. احنا طبعا هنجرب دلوقتي فاستنونا ان شاء الله. ان شاء الله. ورجعنا لكم مره تانية، اشترينا الحاجه تمام، جبنا المنيو طبعا، اخترنا حاجات منه اللي هي الموجوده قدامنا ديت. في طبعا بعض الحاجات اللي احنا كنا عايزينها بس ما لقيناهاش للاسف، كانت خلصانه تمام، فجبنا الحاجات اللي هي الموجوده، الحاجات اللي احنا الباقيه اللي احنا كنا قايلين عليه تمام. بس قبل ما نبتدي طبعا احنا نجرب، حابين ان احنا نصور لكم الحاجه عن قرب عشان تشوفوها برده وتشوفوا الكميات بتاعتها وتشوفوا الشكل اللي انتوا لما هتروحوا تشتروه ان شاء الله هيبقى عامل ازاي. فهنصور لكم الحاجه دلوقتي عن قرب ونرجع لكم تاني، استنونا. معانا بقى دي كده، دي قطعه الكنافه النابلسيه اهي، واضحه ايه دي القطعه ب 10 جنيه، دي الكنافه النابلسيه، ودي الكنافه بالكريمه برضو القطعه ب 10 جنيه، زي ما انتوا ايه شايفين اهي كده، ايه واضحه في الصوره تمام. طبعا هي سخنه اهي، باينه حتى، بصوا اهو باينه من كتر السخونيه، حتى تلاقي ايه حلوه كده تمام. ثانيه واحده بقى، ودي المدلعه تمام، دي ربع كيلو، الربع كيلو اهو عامل 3 قطع زي ما انتوا شايفين برضو اهي واضحه في الصوره، دي ربع كيلو بالظبط تمام. طيب كمان عندنا، معلش ثانيه واحده، دي البسبوسه برضو، البسبوسة ربع كيلو، دي بسبوسة مكسرات، دي بسبوسة مكسرات برضو، دي ربع كيلو اهي، اهي زي ما انتوا شايفين كده واضحة في الفيديو تمام. ومعانا بقى دي بقلاوة برضو ربع كيلو، اسمها كل وشكر، زي ما انتوا شايفين اهي شكلها جميلة اهي ما شاء الله اهي، دي اسمها ايه كل وشكر، دي ربع كيلو بالظبط. طبعا دي الحاجات لسه بقى ايه هنجرب بقى ونقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا سهله جدا ازاي. بصوا المنظر بتاعها بتاع الحشو فظيعه بجد، حلوه فظيعه. اتفضلي دوقيها. اوكي انا كنت قاصده كده مش عارف. سخنه حلوة جدا، بس هي برضه نفس الكلام اهي اهي، دي شكل النابلسية اهي تمام. فانا طب خدي القطعة تمام، برضه سخنة واخدة طبعا الطبقة اللي هي المقرمشة دي من على الوش. حلوه فظيعه، جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحشو بتاعه اهو مكسرات، لا وريحتها حلوه. جميل جدا. حلو قوي. المدلعه تمام اهي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوكه بتنزل يعني ايه، كنت لسه هقول لك سهله. سهله، مش لاقيه صعوبه في السوق. عايز اطلع الحته ايه مظبوطه اهي، دي شكلها حلوه حلوه وسكرها حلو. حلو فظيعه فظيعه. كوكتيل بتاع المدلعه، البسبوسه على الكنافه على الكريمه، وطبقه اللي هي
اللي هو الوش اللي على الوش دوت، اللي هو الطبقه اللي عامله زي الكراميل. ايوه الكراميل اللي دوت. تمام، كل حاجه متناسقه مع بعضيها، مطلعه طعم تحفه تحفه تحفه. المدلعه دي بالذات انا دقتها في مره قبل كده، كانت من كتر السكر بتاعها انت ما تقدرش تكمل الشوكه. تمام، وفي ناس دقنا برضو من عندها المدلعه برضو كانت كويسه. يعني مش اي حد بيعمل المدلع ده بصراحه، ليها صنعتها ليها صنعتها. لا بصراحه ممتازين. لا حلو. زي طبعا ناكد على الفئه السعريه برضو مش غاليه الحاجه دي، برضو الاسعار بتاعتها مش غاليه. مش غالية؟ لا فعلا. تمام، احنا معانا اخر حاجه بقى دي البسبوسة. بسبوسه اللي هي المكسرات. طبعا احنا كنا حابين زي ما قلنا لكم نجيب بسبوسة بالقشطة، بس ما لقيناها خلصانة. كانت خلصانه للاسف، فجبنا بقى المكسرات يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس مش عارفة اطلعها، عايزة نشوف هنا ايه. بس اطلع دي كده، دي شكل البسبوسة ايه. مكسرات مليانة مكسرات على فكرة، بس ممكن تكون مش باينة في الكاميرا. حلوة 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 جدا. انا مش من عشاق البسبوسة على فكرة، بس خد منها بصراحة. ومليانة مكسرات. لا هما ما شاء الله حاجاتهم حلوة. لا يعني احنا الحاجة اللي دقناها ما فيش حاجة في طعم كده ما عجبتناش. اللي انا اقصده في الحلويات بالذات، لما بتيجي بتستخدم نوع الخامات بتاعتك بتستخدمها نضيف، بيبقى باين في كل الطعم بتاع الحلويات بتاعتك، بيبقى الحاجة بتبقى مخدومة بمعنى اصح. حاطط مثلا مكسرات الجودة بتاعتها كويسة بيبان، بسبوسة بتستخدم مثلا في نوع بسبوسة معين جودته كويسة برضو بتبان. الخامات بقى بعد كده بقى السمن بتاعك السكر بتاعك لما يكون ظابطه الكلام ده كله، فهم بسم الله ما شاء الله يعني خادمين كل حاجة، فمطلعين الكواليتي بتاع الحاجة كويسة جدا جدا جدا. كان نفسنا ان احنا نجرب حاجات تاني طبعا كانت موجودة عنده في المنيو، بس طبعا هي كانت خلصانه، لان زي ما قلنا لحضراتكم هو بسم الله ما شاء الله عنده ضغط يعني، ممكن تكون الحاجه طبعا ايه تكون خلصت مع الضغط دوت. بس بصراحه الحاجه بتاعته تستاهل التجربه، وتستاهل ان انتوا حضراتكم تجربوها. طبعا من نجاح لنجاح يا رب دايما ليهم ان شاء الله. تمام، بس احنا محتاجين نعرف الفرع اللي هو بتاع وسط البلد ده فين. هو فعلا كاتب على ممكن يكون، هقول لك على حاجه، ممكن يكون لسه هيفتح. اكيد بس هو عامل يعني ايه، حاطط ان في فرع في وسط البلد بس لسه هيفتح. تمام، لانه مش كاتبه في المنيو. بس هم فعلا زي ما عمر قال كويسين، ويعني يستمروا ويبقوا من احسن لاحسن ان شاء الله. وزي ما قلت لكم طبعا في حاجات كتيره غير اللي احنا جبناها دي، لو حابين برضو انتوا تجربوها. يعني احنا كنا حابين ان احنا نجرب الجلاش بالكريمه، وكنا حابين نجرب الحجازيه طبعا، ما لقيناهمش لان كان في ضغط زي ما عمر قال خلصوا. بس اللي هيجربهم بقى يقول لنا، عشان احنا كنا طبعاً عايزين نجربهم. التعليقات طبعا الطعم عامل ايه والكلام دوت. بس طبعا زي ما بنقول قبل يعني زي ما قلنا قبل كده في كل طبعا الفيديوهات بتاعتنا، الجواب بيبان من عنوانه. السلام. الكنافه الكنافه لا هم كويسين جدا ونضاف وحاجتهم جميله، وطبعا احنا طبعا لما هندوقها هنقول لكم طبعا عليها. تمام، استنونا بقى احنا نستلم الحاجه اهي. ورجعنا لكم تاني مع احلى تحدي ما بينه وما بين شيمو على الكنافه بالكريمه من عند زلاشيش طبعا. المقرمشه الجميله. طبعا شفتوا الكنافه بيعملها ازاي بالطريقه بتاعته، والميزه زي ما احنا ما قلنا في اول الفيديو ان بيقدمها سخنه. دي يعني دي الحاجه المفضله اللي انا بحبها، ان انا ايه بروح المكان دوت عشان ان انا الكنافه اخدها بالسخنه او بالكلام يعني
بتسهل شويه لان الكنافه فعلا بالذات الكنافه بالكريمه لو ما تاكلتش سخنه ما بيبقاش ليها طعم يعني. أيوة انا عن نفسي من الناس اللي بحبها سخنه. كمان بتسهل كمان ايه ان انت يعني توصلي للي هما بيسهلوا قصدي اسف ان هما يوصلوا للذوق بتاع الناس كلها. دلوقتي معظم المحلات فعلا بتعمل اللي هو الاحجام اللي هي الصغيره دي بتاعت الكنافه بتبقى سخنه والكلام ده تمام، بس هما طبعا بيعملوا الصينيه كبيره بالمنظر دوت بحيث ان انت عايز مثلا تاخد نص كيلو، عايز تاخد ربع، عايز تاخد كيلو، عايز تاخد طبق مثلا، الكلام ده بتلاقي كل ده متوفر عندهم. قبل ما نبتدي التحدي بعد اذنك شوفوا بس الطبق نوريهم الكنافه شكلها عامل ازاي برده والكلام دوت. يا جماعه البيبسي مش في التحدي، هي الكنافه بس. ده بره التحدي. مجرد بس عشان نعرف نبلع بس. يعني ناخد حته مقرمشه. ديت مثلا تمام. هو على فكره برضو التصوير ظالمها، الكاميرا مش هتوضح قوي بس هي جميله ظالمها جميله جدا جميلة جدا يعني. جدا وسخنه وجميله مقرمشه، مش عارف الصوت يعني باين بتاعه ولا لا اهي. بس انا عايز ايه اوريها لكم من جوه برضو الحشو بتاع الكريمه والكلام دوت. يا جماعه سخنه اهي، بس هي الكاميرا مش مبينه بس هي سخنه جميله جدا. المحل ده على فكره فيه منه فروع كتير موجوده في القاهره هنا. الفرع اللي احنا كنا فيه دوت انا بروح له مخصوص عشان اجيب منه الكنافه زي ما قلت لحضراتكم. وجبنا الايس كريم فيه منه فانيليا اهو، وجبنا المانجا والفراوله، الثلاث انواع. طبعا احنا نجربهم بقى، بس انا هدوق الفراوله الاول لوحدها. فراولة جميلة جدا، حلوة قوي قوي قوي، رائعة على فكرة. لا حلوة قوي. استنى كده اجرب بقى الحليب لوحده. ده حليب فظيع. فظيع. لا حلوة قوي على فكرة. عشان كده هناخد الايس كريم كله. على فكرة الفراولة عجبتني جدا على فكره. دوقها لوحدها دوقتها حلو قوي. طب استنى بقى نعمل ميكس كده. ميكس طيب اهو، فراوله على مانجا على حليب. طعمها جميل جدا على فكره، حلو قوي قوي قوي. لا انا هاخد معلقه ثانيه. طيب الايس كريم بتاعه على فكره رائع، على فكره فظيع، حلو جدا. تمام، ايه ده بقى نشوفه. طبعا مكسرات عنده في كيس زي كده استاذنك. هو مش بيحطها عليه شكله. بيديك المكسرات اللي انت عايزاها بره، بس الكيس صعب. الكيس صعب تصدق؟ صعب. ثواني هنفتحه لك انا. كيس مقفول باحكام. ده ايه ده؟ دي البليله شكلها. اكيد طالما سايبه كده. هنفتح ونشوف دلوقتي. على فكره الحاجه عنده والله كبيره مش صغيره. لا وبعدين عايز اقول لكم على حاجه سخنه. طبعا ما اعتقدش دي البليله، ما اعتقدش ان دي اللي معايا دي حاجه ساقعه. ده ممكن تطلع الرز باللبن. ممكن. هنشوف دلوقتي دي ايه. ده ايه ده؟ رز بلبن؟ رز بلبن. طب احنا عايزين ندوق الاول من قبل ما نحط المكسرات عليه. تمام؟ فظيع بجد. بص شكله اصلا عامل ازاي، مش باين ولا لا. هو في ايس كريم، ندوب الايس كريم. لا الوش ده الايس كريم اللي هو السايح شويه دوت. حلو قوي، ممتاز. طب نجربه بقى بالمكسرات. نفتح له المكسرات. هو في مكسرات تاني صح؟ في كل حاجه المكسرات بتاعتها موجوده، بس انا هنحط بس الكفايه دولت. تمام، هندوق كده برضو. جميله. المكسرات بتاعته طازه، مش مزنخه صح؟ لا مديها طعم للحاجه فعلا. عجبك الرز بلبن؟ هو جميل فعلا. متهيألي مفيش اضافات تاني. لا لا، هو كان الايس كريم
والمكسرات. استاذنك بس في كده امسك كيس المكسرات. احنا هنطلع ايه؟ هنطلع ايه تاني؟ انا عايزه هي شكلها اللي سخنه دي البليله ده اللبن. ده اللبن اللي انت بتحطه على الكسكسي شكله. ونحطه اهو. بيديكوا كيس لبن زي كده تمام. بتحطوه انتوا بقى اضافه لل عشان براحتك. عايزه تحطي كتير عايزه تحطي قليل فبيبقى براحتك يعني. عايز بيدوكوا لا اللبن اضافه لل للبليله والكسكسي. هو ده الصح على فكره، عشان انت لو واخده وراح بيه مشوار او حاجه فعلا ما يتدلقش منه. لا ما يشربهوش كمان. لا وبعدين ممكن يتدلق من الطبق نفسه. صح فعلا. احنا دلوقتي هنفتح ده. ايه ده؟ دي البليله على فكره. هنشوف دلوقتي. هما مغلفينها تغليف محترم زي ما بيقولوا. احكام بحيث ان الحاجه ما تقعش. بتاع صعب على فكره كمان فتحه قوي. دي البليله زي ما قلت لك. بصوا البليله شكلها عامل ازاي. دي شكل البليله تمام. هو اللي عليها دي قشطه ولا سمنه؟ لا دي استني انا هقول لك دلوقتي البليله الاضافات ايه اللي موجوده عليها. دي غله ولبن وسكر ومكسرات. بس هو يعني ده إيه؟ عليها. هو في اضافه هنا في حاجه بس ممكن هي قشطه. إيه دي قشطه متهيألي قشطه. انا هدوقها كده لوحدها الاول. هي البليله يعني ايه مش هتعرف تستطعم من طعمها غير اللبن. دي فعلا قشطه. انا هجيب الكيس بتاع اللبن. هو هي مسكره. عايزين نجرب المكسرات. نزلي كده مكسرات عليها بس. كفايه جدا على فكره. بس انا هدوب القشطه. ايه رايك؟ حلوه جميله. يا ده هدوب القشطه. هدوب القشطه انا كمان. حلوه قوي القشطه. جميله. حلوه قوي. طعمها ممتاز على فكره. رز بلبن، الايس كريم بتاعه، البليله ممتازين. لا غبار عليهم زي ما بيقولوا يعني. لسه ما دقناش الكسكسي. هنشوف الكسكسي دلوقتي هندوقه. برضو اللبن بتاعها شوف كده الكسكسي كده ما حاطين اضافات ايه او كاتبين ايه كسكسي ايه. هو فين المنيو؟ اهو. عشان برضو نبين برضو مكسرات. كسكسي مكسرات بس. وحطيت لك اللبن عشان براحتك. وعلى فكره يا جماعه حاطط فيها سمنه على الوش، حتت سمنه، لان طبعا معروف الكسكسي بالسمنه بتبقى تحفه. طبعا هو حاطط سمنه. نحط مكسرات بقى. حط المكسرات والملعقه. كفايه لحظات. قليل يكفي. بس عايزين نقلبها عشان ايه؟ انا هقلبها. شربت اللبن. حلوه قوي. طعم ممتاز. اللي بيعشق الكسكسي يا جماعه الكسكسي ده ممتاز. انا من عشاق الكسكسي يا جماعه. فعلا حلو قوي. نضيف ومش يعني خد منه الصنعه بتاعته زي ما بيقولوا بمعنى صح. لا بس انا هاخد منه تاني عشان عجبني. حلو قوي.
حلو جدا، طعم ممتاز. كده فاضل لنا ام علي. اها برضه هنقول ال ام علي قشطه كاجو فستق لوز بندق زبيب، دي اللي خالص. على فكره ام علي سخنه جدا. اه سخنه قوي. هوريكم شكلها دلوقتي عامل ازاي اصلا. وبعدين طاجن، مش طاجن، طبق طاجن، طاجن فخار اهو، فاهم ازاي؟ اه شكلها رائع جدا. اه هو كده بس ال نحط مكسرات. نحط المكسرات. شفتي معلقه سخنه قوي. لا تمام، الراجل ده الله اكبر عليه بصراحه، حاجته لا غبار عليها. ايه رايك؟ انا هدوق معاها تمام. دوقي بس هتاكل يعني، هتعمل من تحت عشان ما تتدعيش فيها. سخنه من عينه. هي حلوه. بس هو انا يعني مش بميل قوي لام علي. ف يعني مثلا ام علي بالنسبه لي انا، مثلا بالنسبه لك انت تاخد كام من 10 مثلا؟ لا ام علي بالنسبه لي 9.5، يمكن 10 من 10 كمان، ممتازه طعمها. لا حلو. انا بالنسبه لي ممكن تاخد 6 كده من 10 او 7. ليه؟ ايه اللي مش عاجبك فيها؟ مش عارفه يعني، عامه ام علي بيبقى اللبن بتاعها ما بيبقى سايب كده شويه، بيبقى احلى. دي حاجة مش عارفة، في حاجة فيها سكرها زيادة شوية. أنا ممكن يكون السكر، أنا عم نفسي بحب السكر لما يكون زيادة بيكون أحسن. لكن لكن الرز بلبن تحفة، الكسكسي جميلة جدا، البليلة البليلة حلوة قوي، كويس جدا. الايس كريم بس أم علي هي عجبت عمر، هي كويسة على فكرة. مش وحشة، بس أنا أساسا في الطبيعي مش يعني مش بميل قوي لأم علي. فممكن ده رأيي برضو أنا، بس ممكن ناس تشوفها يعني سوري تدوقها تعجبها الطعم. تمام، بس ده رأيي بس عامة يعني. الراجل بصراحة حاجته كويسة جدا. تمام. ممكن بس يكون أم علي ما عجبتش شيمو، بس هي بالنسبة لي أنا عجبتني. تمام، يعني ممكن يبقى فيها بعض التعديل، ممكن يتعدل حاجات بسيطه يعني بمعنى صح. تمام. طبعا حابين نقول ده اخر الفيديو بتاعنا، وده كان ريفيو طبعاً عن مكان بلبن دوت، وحابين ان احنا هناخد الحاجه نجربها على طول في وقتها. تمام، بس هو طبعا ما عندوش اعداد او الكلام دوت، فاحنا حابين ان احنا ايه زي ما احنا كده في نفس الوضع، هو ورانا على طول في ظهرنا. تمام. بس فعلا جربوه، جربوه جميل جدا، ممتاز جدا وهيعجبكم. وعايزين نقول لكم المكان اللي هو فيه دوت، هو في شارع الاهرام جنب ماكدونالدز على طول، قريب جدا من ابو حيدر، قريب جدا من قصر التحليه، قريب من روكسي، جنب مترو الاهرام، مفيش خطوات. تمام، قريب جدا، وليه فرع تاني في وسط البلد في شارع 26 يوليو، جنب الامريكين او جنب الامريكين او قصاد وجنب ماكدونالدز برضو. تمام، وليه فرع تالت في الحصري في 6 اكتوبر. تمام، دي الفروع بتاعته في القاهره طبعا، غير الفروع بتاعته اللي في اسكندريه طبعا، وفي مارينا وفي مطروح. فهو بصراحه يعني جميل يعني ثابت نفسه بسم الله ما شاء الله، يعني فعلا يستاهل التجربه ويستاهل فعلا الضجه اللي كانت معموله عشانه من وهو في اسكندريه. هو كويس جدا فعلا بصراحه، حلو جدا. يعني بنديله حقه بصراحه، نديله حقه ان هو كويس جدا. وبرده زي ما قلت لكم علي، ممكن ده رايي انا، او انا كشخصيا مش بميل ليها قوي، بس في ناس تعجبها يعني، عمر عجبته جدا، ممكن ناس تانية تدوقها برده تعجبها. بس أيوة، بقيه الحاجه يعني جميله قوي بسم الله ما شاء الله، ودايما يعني ربنا يوفقهم ويستمروا يا رب. قبل بس ما نقفل الفيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. تمام، التعليقات بتاعتكم هتفيدنا جدا، وهتدينا دفع الامام لو في اي كومنت او الكلام ده، التعليقات برضه هتفيدنا. اللايكات طبعا هتدينا دفعه برضه للامام، زائد انت تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا وكل جديد بتاعنا. واستنونا بقى في فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله، يلا سيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.